ومعلوم عندنا في علمنا أن المرأة مدللة عند الله مبجلة لديه، وأن يونس في بطن حوته أو يوسف في سجنه أو أيوب في بلواه قد يطول به البلاء، أما المرأة قال لها هزي إليك بذع النخل. لذلك هذا هو المقام، مقام الدلال والوصال والجمال على خير حال، على خير ما يرضى به ربنا عظيم النوال مولى الجلال والكمال والجمال.